عميقة وراقية. نبدأ مشاهدينا الكرام ملخص ما دار من منافسات صباحية الشوط الأول. الرئيس في صباحي هذا اليوم كان من نصيب سمحة لمالكها مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري، حيث حققت 12 دقيقة 37 ثانية جزئين من الثانية لتسجل أفضل توقيت صباحي يسجل في هذا اليوم مع وجود سمحة على المركز الأول في انطلاقات هذا اليوم، شكرا للمضمر حمد بن حمدون التبعي. بينما مشاهدين الكرام هنا تأتي من خلال هذه الانطلاقات سلهودة لتضيف النقطة الثانية لهذا الشعار الاقتصادي لفري بن علي بن حمود الظاهري، حيث انتزع ثاني الأشواط بسلهودة ب 12 دقيقة و 43 ثانية وجزئين من الثانية ليأتي كذلك بنقطتين في انطلاق صباح هذا اليوم. سلام عيناوي سلام لهذا الشعار الاقتصادي وسلام للمضمر حمد بن حمدون التبعي. أما شوطنا الثالث مشاهدينا الكرام كان ظبيان حاصل على المركز الأول لسلطان بن عامر العويسي في رصيد السيارة، حيث انتزع المركز الأول ب 12 دقيقة 49 ثانية 7 أجزاء من الثانية وسلالة مشاكل بن غدير، حيث انتزع المركز الأول وسلام لأهالي السلطنة سلام. بينما مشاهدينا الكرام الشوط الرابع أبو عرفة يحتل المركز الأول لمالكة محفوظ بن خميس الجنيبي 12 دقيقة 46 ثانية و4 أجزاء من الثانية توقيت الزمني سلام للعاصمة الحبيبة أبو ظبي سلام. الشوط الخامس حضرت خيرة لمالكها سالم بن علي الدرعي لتنتزع المركز الأول ب 12 دقيقة 48 ثانية بالوفاء والتمام والكمال وسلام عيناوي لأهالي الرقيعات سلام. الشوط السادس حضرت من حاشا لمهير بن علي بن كليب الاكتبي سلام وتحية لأهالي المدام 12 دقيقة 47 ثانية و6 أجزاء من الثانية. الشوط السابع يأتي شاهين لدغاش بن محمد العامري ينتزع المركز الأول ب 12 دقيقة 51 ثانية جزئين من الثانية وسلام لأهالي الفوعة وأهالي الهير حتى لحظات الناموس المميزة. شوطنا الثامن يأتي قاصد لمالك ناصر بن علي الوهيبي ينتزع المركز الأول ب 12 دقيقة و 49 ثانية و 22 جزء من الثانية سلام لأهالي السلطنة سلام. بينما مشاهدينا الكرام أريام حلت بالمركز الأول لسهيل بن عبد الله بن حارب الدرعي ب 12 دقيقة 46 ثانية وجزء وحيدة من الثانية سلام لأهالي الرقيعات سلام للمرة الثانية في هذا الصباح. بينما صبا في شوطنا العاشر حلت بالمركز الأول لسليمان بن ناصر المالكي 12 دقيقة 52 ثانية و21 جزء من الثانية سلام وتحية لأهالي السلطنة على هذا الفوز والانتصار. الشوط الحادي عشر يأتي سديد لمالك سيف بن سعيد بن دري الفلاحي 12 دقيقة 58 ثانية بالوفاء والتمام والكمال ليهدي الفوز والناموس إلى أهالي الشعيبة في مدينة العين. الشوط الثاني عشر يأتي مهيض لمالك محمد بن راشد الغويص السويدي سلام وتحية لأهالي السوان ب 12 دقيقة 50 ثانية 4 أجزاء من الثانية وشكرا يا بن سلومة على هذا الأداء الجميل الذي قدمه مهيض في انطلاقات هذا الشوط. بينما مشاهدي الكرام نبدأ بأشواط الإنتاج والمنتجين، حيث حلت هملولة لمالك منصور بن حماد بن سالم الاكتبي ب 12 دقيقة 42 ثانية 9 أجزاء من الثانية لتهدي الفوز والناموس إلى أهالي الهير في هذا الصباح الجميل. الشوط الرابع عشر ذهب مشاهدينا الكرام لأهالي المدام مع الحقة خليفة بن حمد بن سالم بن سليم الكتبي 12 دقيقة 45 ثانية و9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. الشوط الخامس عشر يأتي نصيبان لمالكة سيف بن مبارك بن هواش الخيلي 12 دقيقة 48 ثانية 8 أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني تهانينا والناموس وسلام عيناوي سلام. لحظات الفوتو فينش الأخيرة بالفعل كانت هي حاسمة وحاكمة لهذا الشوط بين نصيبان وبين حكيم. الشوط الختامي يأتي سراب لمالك خليفة بن حمدان بن بخيت الحميري وهدى الفوز والناموس إلى أهالي المرموم ب 12 دقيقة 46 ثانية بالوفاء والتمام والكمال سلام وتحية لأهالي المرموم وسلام وتحية لكل الأخوة الفائزين الذين شاركونا انطلاقات المرموم لهذا الأسبوع أسبوع الكبار والذي يأتي مشاهدينا الكرام مع انطلاقاتنا التاسعة لهذا الموسم بالنسبة للكبار. إلى هنا نأتي إلى الختام، ختام انطلاقات سباق صباحي هذا اليوم والذي دار التحديات بين شعارات أبناء القبائل، فاز من فاز وهذا لك لمن لم يحالف الحظ في هذا اليوم. يوم في فترة المسائية بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء بحضراتكم في هجني أصحاب السمو الشيوخ في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. لكم الشكر الجزيل على المتابعة من أستاذ تيسير شنعبلة، أتمنى لكم أجمل أوقات حتى أن يحين وقت المساء. إلى اللقاء.